السفريات الافريقيه انت ليك فيها صولات وجولات كبيره جدا. انا عارف انت ايه كنت بتحب ايه وبتخاف من ايه. في حاجه معينه كنت بتشتريها وبتخاف منها في نفس الوقت، عارفها ايه هي؟ الوشوش. الوشوش وشوش السودا دي كان غريب جدا صح. كنت بجيب معايا وشوش كل الفلوس اللي باخدها اجيبها بشوش. يعني جنان. جنان ايه؟ ايه اللي خليك تفكر؟ لا انا مره والدي دخل عليا جيب من السودان، اول ما دخل كده لقى الوشوش متعلقه في الحيط. قال لي يا ابني انت عايش مع الشياطين بتعمل اعمال. قال لي نزلها دي حرام وشاب ايه دي وشوش ومش وشوش. وقتها وقفت حقيقه، اول ما والدي قال لي وقفها خالص. فخدتها كده كلها على بعضها ما اعرفش وديتها فين، بس انا كنت مصطفى غاوي ده انا شايل مره وش ده انا سبت شنطتي وشاله ظهري والله العظيم حجمه كبير قوي كده. فقلت ايه ده الجنان ده، اصرف فلوسي في وش في غانا لو فاكر في اكرا. طبعا في غانا وفي كينيا. في كينيا. في كينيا. والله كويس كل حته كنت بتروح فيها. وانت كنت بتخاف من حتى من الوشوش ديت كنت بتشتريها برضه؟ والله يا مصطفى انا حتى انا جت فتره عليا وانا في الاتحاد الافريقي كنت بروح كل ما اشوف الوشوش دي كده افتكر ايام انا وكنت بشيلها. طبعا احنا بنلعب. احنا بنلعب طبعا. لا خلاص.